سجاد احمد. سجاد شلونك؟ حبيبي حياك الله. جاهز؟ جاهز. يلا تفضل. المنتخب الهندي لم ياتي الى كاس العالم بسبب الاحذيه في مونديال كاس العالم عام 1950. كان من المفترض ان يشارك المنتخب الهندي في المنافسات التي قيمت في البرازيل بعد دعوة الفيفا لهم نتيجة انسحاب هندوراس ومينما والفلبين. غير ان الهند لم يحضروا اساسا وظل شارع عند سنوات ان السبب الرئيسي لرفضهم اللعب بالاحذية الرياضية وانهم يفضلون اللعب حفاظ. ومن القصص الاكثر غرابة حدثت بعد هذا المونديال بسنتين حيث شارك المنتخب الهندي بدورة الالعاب الاولمبية عام 1952 وهم حفاظ. عاشت ايدك سجودي. عاشت ايدك سجودي البطل. منو سامع بالقصه؟ انا سامع. انا يعتذر لانه ما يقبل يلعب الا حافي. راد يلعب الا حافي. سامعين بيه؟ سامعين بيه. شو شجع سجاد بالمونديال؟ برازيل حبيبي. والله سامبا يما كان الموضوع.